السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر سيد سلام في مجموعة اكسبريشنز جديد. لما اجي اوصف واحد بانه يعني دمه بارد، اقول عليه he is a cold fish، مش معناها سمكة باردة، لا دمه بارد. يعني he is unfriendly and unemotional cold fish. الاكسبريشن الثاني، في بعض الناس بنقول لهم رعاع، رعاع يعني ناس سمعتهم مش كويسة، ناس في حضيض، يعني ناس مش كويسين، نقول عليهم riff raff لهم people with bad reputation، يعني ناس سمعتهم مش كويسة، or of a low social class. What your appetite؟ يعني حاجة تفتح نفسك، للشغل، للعمل، للأكل. What your appetite؟